في هذا الفيديو بنتكلم عن البنادق. هذه البندقية هي من صناعة شركة روجر، وهي موديل 1022 اللي هي عيار 22 الرصاصة الصغيرة. إذا بنلاحظ المعلومات اللي موجودة هاي مواصفاتها، طبعا بندقية سريعة، هذه 16 انش وشوية طول السبطانة، والسعر كما نرى اللي هو 210 تقريبا. هذه البندقية طبعا بيجي فيها مخزن بسيط من تحت، وهي عبارة عن اوتوماتيك البندقية، يعني مش اوتوماتيك يعني آلية، لكن نص آلي. نيجي على البندقية هذه اللي هي الميني 14 من شركة روجر. طبعا هذه من البنادق المشهورة واللي مستخدمة كثيرا يعني من قبل رجال الشرطة والسواتي، اللي هي الميني 14. طبعا الطريقة اللي هي مبنية، هي طبعا أول نوع طلع على السوق كان النوع اللي الديزاين الخشبي، طبعا اللي يعني يكون خشب من برا شكله، ف مع التطويرات ومع الاحتياجات اللي زادت يعني والأوضاع اللي احنا فيها اليوم، يعني طبعا تم يعني صار في حاجة انه ينضاف عليها اشياء ثانية مثل الليزر والنظور وكذا، فممكن هذه وضعها على الأعلى هنا. بالنسبة لي مواصفات عيار اللي هي 223 نفس العيار الـ 15 او الـ M16، وهذه بسموها gas operated، فبتشتغل على الغاز اللي بيطلع من الرصاصة نفسها، هي اللي بتخلي الدورة البندقية تعمل بشكل سلس وبدون أي مشاكل. الghost string اللي فيها اللي هو هذا هو بسموه الghost string، اللي هو الشعيرة اللي من خلف، طبعا هذه ممكن تعديلها مثلها مثل اللي في الـ M16، وإحنا طبعا ذكرنا فيديو مخصص في هذا الموضوع. يعني شايفين للي يعني اللي عنده اللغة يعني تمام، شوف هاي الأشياء اللي موجودة فيها. طبعا فيها سلينكس وبول اللي هم كان تعليق الحزام، طبعا بيجي من هنا وطبعا لهنا، أو ممكن تحط مثلا نوع ثاني مثل الأنواع اللي يمكن نذكرها بعدين. طبعا سعرها 729-730 دولار. طبعا السعر مرتفع شوي بالنسبة ل يعني إلى زمان كانت هذه أرخص، يمكن 200 دولار أرخص من ما هي الآن. نيجي للي بعدها اللي هي سبرينغفيلد ال 9126 اللي هي عيار 308 وطول السبطانة 18 انش، التويست فيها 1 in 11، يعني 1 انش في او لفة واحدة في كل 11 انش، اللي معناها اللي هي اللولب اللي موجود او الحلزونية الموجودة في داخل السبطانة، تكلمنا عنها في موضوع في فيديو سابق. طبعا فيها ميليتري ارباتشر، الارباتشر اللي هو القطعة هذه، هذه اللي فيها الحلقة اللي موجودة فيها بالداخل الأساس النظر فيها مشان الإطلاق النار على مسافة بعيدة. عيارها مثل ما ذكرنا 308، وزنها فاضية بدون الماجازين اللي هو 9 باوند، طولها يعني شوية أكثر من 40 إنش، وهذا السعر هذا لما تشوف ال law enforcement department price أو اللي هي police department price اللي هو بكون هذا، طبعا بتكون 1250 تقريبا، يعني هذا السعر اذا مثلا مركز الشرطه نفسه اللي بده يشتري، اذا كان الافيسر نفسه اللي بده يشتريها، مثلا انا اذا بدي اشتريها بدفع بس المبلغ هذا فيها، يعني طبعا اغلى شويه هو من النوع من السعر اذا كانت الديبارتمنت بدها تشتريها. الماجازين اللي فيه يوسع على 20 رصاصه. نيجي للنوع اللي بعده Springfield Armory 308 برضو، طولها 22 إنش، الجروف فيها 1 ل 11 زي ما قلنا، وبتروح على right hand twist، يعني بتلف ب على يعني مع عقارب الساعة. طبعا مثل ما لاحظنا خشب، البادي تاعها خشب، والماجازين بيجي فيها مخزن 11 رصاصات. وزنها فارغ يعني تقريبا 10 باوند بدون الرصاص، وطولها الكامل 44 انش وشويه، وطبعا السعر مثل ما ذكرنا، السعر الاول اللي هو سعر الشرطه المركز الشرطه، مثلا اذا المركز الشرطه نفسه اللي بده يشتريها، والافيسر برايس اللي هو السعر اذا الافيسر العنصر نفسه اللي كان بده يشتريها له.
طبعا. وممكن الافيسر عندنا في امريكا يشتري سلاح يعني يكون خاص فيه مش يكون يعني للديبارتمنت اللي بيشتغل فيها. طبعا هذه سبرينغفيلد برضه يعني من الانواع الممتازه. نيجي على هذا النوع طبعا اللي هو 308 برضه بيجي فيه مخزن واحد 10 رصاصات. طبعا عفوا هذا البندقيه هذه طبعا بيجي فيها مخزن واحد 10 رصاصات لان الرصاصه 308 بتكون اكبر بكثير من ال 223. يشوف الوزن بدون السكوب اللي بدون المنظار النظور هذا بيجي 10 باوند تقريبا 11 باوند. وهي الطول السبطانه 16 وربع انش والتويست فيها 1 ل 11 مثل يعني البندق الثانيه. الرير سايت انلارجد وذ ميلتري ابرتشر يعني عندك هذه فيها نوعين اللي هو العادي والبتاع الجيش الحلقه هذه اللي بتطلع فيها مشان التصويب. تريجر بول سحبه الزناد فيها من 5 ل 6 باوند و 2 ستيج ميلتري تريجر يعني بيجي نوعين بيجي ساعه سحبتين على مدين سحب الاقسام فيه. طبعا والمنظار هذا بيجي فيه ما بيجي فيه يعني مع لما تشتريه بيجي فيه زياده ممكن تدفع ثمن وظني يمكن 100 150 200 دولار حسب شو النوع. نيجي للنوع الاخير من سبرينغفيلد ارمري اللي هو ال 762 ايضا اللي هو 308 مثل ما ذكرنا. وهي طول السبطانه طبعا والوزن هذا بدون المنظار او اي شيء يعني اوبتكس يكون عليه ريد دوت ولا كذا. والطول يعني حوالي 37 وربع انش. روتيرنج بولت طبعا هذه البولت فيها تتحرك يعني كل ما تطلق النار تتحرك. وهي يعني هذا كله بيتعدل عليه ممكن توضع عليه اللي بدك اياه. وطبعا هاي في عندك السويفل هاي مثل